جهلك بشيخنا وعلومه واضح من قولك هذا الحلبي إن كان له كتب. الشيخ علي الحلبي رحمه الله تعالى علامة الشام ووارث علم الشيخ الألباني رحمه الله، الذي نقل لنا غير واحد من إخواننا الثقات أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول في مجلسه: اسألوا هذا الحافظ. الشيخ علي الحلبي إن كنت لا تعلم له 176 كتاب، له 176 كتاب في مسائل العقيدة والفقه والحديث والمنهج والدعوة إلى الله جل وعلا. فهو ليس مجرد داعي وواعظ كما زعمت وحاولت التقليل من شأنه، بل هو شيخ درس كل العلوم